اعزائي طلبة الصف السادس الادبي اهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس ماده الاقتصاد. طلبتنا الاعزاء بينا في موضوع الدرس السابق مخططين تفصيليين يمثلان التدفق الدوري للدخل في اقتصاد مغلق وفي اقتصاد مفتوح ولاحظنا كيفيه انسياب الدخل والانفاق ضمن هذين المخططين. سيكون موضوع درسنا لهذا اليوم ان شاء الله موضوع التسرب والحقن. طلبتنا الاعزاء بدءا ماذا نعني بالتسرب؟ طبعا طبقا لوجود اقتصاد بسيط فان عناصر الانتاج تنفق كامل الدخل الذي حصلت عليه ضمن المخطط الاول والثاني على شراء السلع والخدمات المنتجه، اذا في المجتمع موجوده عناصر انتاج تتمثل بالارض والعمل وراس المال والتنظيم، هذه عناصر الانتاج بعد ان حصلت على الدخول تقوم بانفاق كامل الدخل الذي حصلت عليه على شراء السلع والخدمات المنتجه. لكن طبقا لموضوع درسنا لهذا اليوم التسرب فان هناك عناصر انتاج تخرج عن دائره الانتاج المحلي فيسمى هذا تسرب. فهنا كيف نعرف التسرب وما هي وما هي ادوات التسرب؟ طلبتنا الاعزاء نقصد بالتسرب نقصد بالتسرب هو الجزء غير المنفق من الدخل على الانتاج المحلي الجزء الغير منفق من الدخل الذي تحصل عليه عناصر الانتاج الارض والعمل وراس المال والتنظيم الجزء الغير منفق الجزء الغير منفق من الدخل على الانتاج المحلي ويخرج من دائره الانتاج هذا يسمى تسرب اذا الجزء الغير منفق من الدخل الذي حصلت عليه اصحاب عناصر الانتاج الارض العمل راس المال التنظيم الذي لا ينفق على الانتاج المحلي الذي انتجته عناصر الانتاج يسمى تسرب، واين يذهب هذا؟ يذهب الى واحد الاستيرادات من الخارج، اثنين الادخار خارج المصارف او ما يسمى بالاكتناز، ثلاثه الضرائب. إذا مطلوب من طلبتنا الأعزاء هنا تعريف التسرب وما هي مصادر التسرب، يعني لو وُجِه لك سؤال بصيغة مباشرة عَرِّف التسرب وما هي مصادر التسرب؟ فتقول وبشكل دقيق وواضح تقول التسرب هو الجزء الغير منفق من الدخل على الإنتاج المحلي ويخرج من دائرة الإنتاج. نقطة، انتهى تعريف التسرب. الأمر الثاني أو المطلب الثاني من السؤال ما هي مصادر التسرب تقول واحد وبصيغة التعداد الاستيرادات من الخارج اثنين الادخار خارج المصارف أو السميل الاكتناز ثلاثة الضرائب انتهى هذا هو ما يخص السؤال الأول من موضوع درسنا لهذا اليوم طلبتنا الأعزاء من يقوم بالإنفاق في المجتمع هو ليس فقط القطاع الحكومي او القطاع المحلي ويخرج هنا ايضا هناك الانفاق الاستثماري حيث يقوم القطاع الخاص بعد ان وظف مدخرات الافراد بانفاقها ضمن ما يسمى بالانفاق الاستثماري وكذلك الصادرات حيث يحصلون على سلع وخدمات جراء ذلك، فبنفس الطريقه طلبتنا الاعزاء بنفس الطريقه ماذا نقصد؟ ماذا نقصد؟ ماذا نقصد بالحقن؟ ماذا نقصد بالحقن؟ وما هي مصادر الحقن؟ فهنا من طلبتنا الاعزاء لو وجه لك السؤال التالي في الامتحان الوزاري بهذه الصيغه، ماذا نقصد بالحقن وما هي مصادر الحقن؟ فتكون الاجابه وبشكل واضح الحقن هو اضافه تاتي من انفاق من مصدر اخر غير الدخل المحلي لعناصر الانتاج الحقن هو اضافه تاتي من انفاق من مصدر اخر غير الدخل المحلي لعناصر الانتاج نحن نعلم ان عناصر الانتاج الموجوده في المجتمع هي ارض عمل راس مال تنظيم وهذه العناصر الانتاج عندما نوظفها في المجتمع الارض والمصادر الطبيعيه تحصل على ريع والعمل يحصل على اجر وراس المال يحصل على فائده والمنظمين يحصلون على ارباح، هذه ضمن الاقتصاد الوطني، لكن ضمن موضوع الحقن ضمن موضوع الحقن سنضيف مفرده جديده هي ان الحقن هو اضافه تاتي من انفاق من مصدر اخر غير الدخل المحلي لعناصر الانتاج اي غير الدخول التي ذكرتها قبل قليل، فما هي مصادر الحقن؟ مصادر الحق ان طلبتنا الاعزاء هي واحد الانفاق الحكومي اثنين الانفاق الاستثماري ثلاثة الصادرات اذا طلبتنا الاعزاء بينا ضمن هذا الفقرة موضوعين اساسيين هما الموضوع الاول التسرب قلنا ماذا نعني بالتسرب وما هي مصادر التسرب وقلنا ماذا نعني بالحقن وما هي مصادر الحقن هذين الموضوعين من المواضيع المهمه في ماده الاقتصاد للصف السادس الادبي ايضا طلبتنا الاعزاء هنا لدينا اشبه بالنشاط يمكن ان ياتي ضمن فقره الامتحان الوزاري هنا تعطى مجموعه من المفردات والمطلوب من طلبتنا الاعزاء بيان ما كانت هذه المفردة إذا كانت تسرب أو حقن يعني هنا لاحظ الطاق الأثر ومصادر التسرب ومصادر الحقن فأثر الحكومة في الاقتصاد وأثر التجارة الخارجية في الاقتصاد لو أعطيت هذه المفردات المفردة الأولى الضرائب ما هو أثر الضريبة في الاقتصاد طبعا الضريبة ستكون مصدر من مصادر التسرب ما هو أثر الواردات في الاقتصاد ايضا الواردات هي مصدر من مصادر التسرب. اما بالنسبه لمصادر الحقن فالانفاق الحكومي ما هو اثر الانفاق الحكومي في الاقتصاد القومي؟ طبعا الانفاق الحكومي يقع ضمن فقره مصادر حقن وكذلك الفقره الثانيه اللي هي الصادرات، ستكون الصادرات هي اثر من اثار التجاره الخارجيه في الاقتصاد لكنها تقع ضمن موضوع الحقن. اذا قد يوجه لك سؤال وفي هذا السؤال يقول لك بين أثر المفردات التالية في الاقتصاد إذا كانت مصدر تسرب أو مصدر حقن وعطيت هذه المفردتين فستكون الضرائب ستكون الضرائب والواردات هي ضمن عنوان مصادر تسرب وسيكون الانفاق الحكومي والصادرات هي ضمن عنوان الحقن اذا طلبتنا الاعزاء بينا ما يخص التسرب وقلنا التسرب هو الجزء الغير منفق من الدخل على الجزء الغير منفق من الدخل على الانتاج المحلي ويخرج من دائره الانتاج. التسرب هو الجزء الغير منفق من الدخل المحلي وقلنا نحن الدخل المحلي من اين ياتي؟ لدينا عناصر انتاج تتمثل بالارض والعمل وراس المال والتنظيم وهذه عناصر الانتاج عندما توظف في المجتمع تحقق عوائد تمثلت بالريع عن الارض والعوامل الطبيعيه والاجر عن خدمه العمل والفوائد عن رؤوس الاموال الموظفه وكذلك الارباح عن مساهمه المنتجين في العمليه او مساهمه المنظمين في العمليه الانتاجيه. وقلنا التسرب هو الجزء الغير منفق من الدخل ويخرج عن دائره الانتاج. ويكون على شكل اموال مثل تدفع للخارج على الاستيرادات او الاكتناز. وقلنا الاكتناز هنا ان بعض الافراد قد يلجؤون الى اكتناز او خزن الأموال في البيوتات وهذا طبعا راجع هو عكس الادخار وهو راجع إلى جملة من الأسباب قد تكون عدم الثقة بالنظام المصرفي أو الوازع الديني أو العادات والتقاليد الاجتماعية فهذه كلها تلعب أثر كبير بأن بعض الأفراد يلجؤون إلى خزن هذه الأموال داخل البيوتات وهذه طبعا تكون محظ خطر لان الاموال يجب ان تستثمر بشكل الصحيح والشكل الصحيح لاستثمار الاموال هو في المصارف لان المصارف تنمي رؤوس الاموال من جانب ومن جانب اخر هو الامان يكون اكثر بالنسبه وضع الاموال في المصارف اكثر امانا ضد السرقه او الحريق فالمكان المناسب لخزن العمله هي المصارف لان في ذلك نماء لرؤوس الاموال والمحافظه على هذه الاموال. اما الامر الثاني فهو الحقن. وقلنا الحقن طلبتنا الاعزاء هو اضافه تاتي من الانفاق من مصدر اخر غير الدخل المحلي لعناصر الانتاج. وقلنا هذه الاضافه اللي تاتي يا اما تكون من انفاق حكومي او انفاق استثماري او من الصادرات. وتكون اضافه في الاقتصاد الوطني طلبتنا الاعزاء هذا ما يسمح به وقتنا لهذا اليوم حتى نلتقيكم في دروس جديده لكم مني اطيب الامنيات